بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه. مرحبا بك الحبيب. نشكر خوي عمر على المبادرة. الله يجزاك خير ويستاهل. والله يجزاك خير ويتبارك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. احمد الله سبحانه وتعالى ان جالي مجال مثل هالمبادرة. عن قصة من قصص احد الصحابة. طبعا بتكلم اليوم عن الصحابي الجليل حنظلة بن ابي عامر. حنظلة بن أبي عامر اللهم صل على محمد من الأنصار. حنظلة بن أبي عامر الأنصاري، هذا الصحابي الجليل أسلم مع قومه الأنصار. الصحابي هذا له قصة جميلة جدا. طبعا هو استشهد في أحد المعارك. من يعرف أي معركة استشهد؟ في معركة أحد. استشهد في معركة أحد ولقب بغسيل الملائكة. يا الله، وش سبب هالتسمية؟ من يعرف؟ عارف محمد؟ غسلت الملائكة. ما السبب؟ حنظلة لما جت غزوة أحد كانت ليلة زواجها أتوقع. سلام عليك. كمل. حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه. رضي الله. في صباح زواجه. يا الله. كانت معركة أحد. ترك زوجته وراح للجهاد. يا راح الله. جاهد يا في صباح زواجه. يا الله. واستشهد. اللي قتله هم شخصين، ابي سفيان والشخص الاخر ما ادري ما يحضرني اسمه. ابي سفيان ايه تعاونوا على قتله. فلما استشهد جو الصحابه عنده لقوا راسه يقطر مويه. الله يقطر مويه. في يوم سألوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان الملائكه غسلته. يا الله. خرج الجهاد وهو جنب غسلته الملائكه. يا الله. ترك الدنيا بما فيها، ترك زوجته، ترك ماله، ترك اهله ولحق بالجهاد. وش كانت الكرامه؟ غسلته الملائكه. يا غسلته. الله. واي كرامه يا جماعه الخير، واي كرامه. اسلم. فهذا الصحابي الجليل طبعا لو بتتكلم عنه من هنا الى بكره ما راح يسعنا الوقت. احنا بما ان الوقت ضيق فيكفينا ان نذكر هالموقف وقصه استشهاده فقط، وسبب تسميته بغسيل الملائكه. وغسيل الملائكه له فيه عبر كثيره دروس. اي والله. اولا انه ترك الدنيا وراح مسرع يبحث عن ايش؟ عن الآخر. يبحث عن الآخر. ما اعتذر أن في يوم زواجه. بعضنا للأسف علشان أمر من أمور الدنيا يتعذر به عن تأخير الصلاة. هو يقدر يتركه ويصلي خمس دقائق ويرجع، لكن إذا فاتتنا الصلاة تعذرنا. أما نايم ولا أنا والله اليوم مدري وش أنا. هذا ترك ولا أنا تعبان جامد ولا أنا تعبان ولا في يوم زواجه ترك زوجته وراح وين؟ راح للجهاد. الله أكبر. ركب حصانه وانطلق لحق بالجيش واستشهد. رايح الجنة. الله أكبر. فأنا كان ودي أني أقرأ كثير عن هذا الصحابي جليل، لأن قصته فعلا يعني معبرة. لكن اللي عرفته من قصته، أنا أساسا عرفت اسم الصحابي هذا بالقصة هذه غسيل الملائكة. فبحثت عنه فوجدت أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري من كثر ما هو الموقف هذا فيه فخر. يعني ما هو فخر اعتزاز بنسب ولا بجد ولا اعتزاز يعني فعل هذا الرجل. سمي والد ابو غنى. في كثير من الشباب طبعا بحكم انك رجل الكلمه عندنا في القريه، يعني ما شاء الله تبارك الله، في بعض الناس لما تقول له بهذه القصص يقول لك هذول الصحابه تقارني بهم، هذول ايش نرد عليهم؟ يا اخي اذا كان احنا ما حطيناهم قدوه ايش نقول لهم؟ انا اتمنى انك تقول هذا الرساله لهم. خذها قدوه. انت تجي تقول صح، احنا مهما فعلنا ما راح نوصل مواصيلهم. ناش يعني عاشت في على عهد الرسول، يعني على قولة واحد من الشباب ذاك اليوم اضحك منه يوم يقول له انت ولا من؟ يقول لو اني على عهد الصحابه يمكن اكون ابو لهب. فانت ما تدري. لا تقارن. تقول انا ما راح اوصل مواصيل وخلاص انا بجلس بتخاذل ولا ما راح اجتهد. انت اجتهد وخذهم قدوه. فعلا خذهم قدوه، لا تقارن. تجي تقارن نفسك بالصحابه تقول لا، خذهم قدوه، اقتد فيهم.
واجتهد واعمل، والله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق. لو تعمل يعني جزء بسيط من بعض الأعمال اللي كانوا يسوونها على الأقل رسالة بسيطة، يعني هذا هذا مثلا الصحابي ما قطع وارد كلام الله، أول مرة أعرف إنه غسلت الملائكة، فهذا اللي كان هدفنا، هدفنا إنه مثلا نعرف عن بعض أمور الصحابة، نعرف إيش كانت أعماله نقتدي نقتدي بالفعل. وهذا بعد يعني يعني على قولتهم يدعم عندنا موضوع المبادرة. حنظل بن أبي عامر كان في ليلة زواجه لما جاء لما جت غزوة أحد، كانت ليلة زواجه، فهو معذور لو ما جاء. ليه؟ لأنه في أول أيام عمره، العمر الثاني اللي هو العمر مع زوجته، فهو معذور يعني ما هو مجبور أنه يطلع. لكن شوف كيف يعني الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة، أنه يبادرون في كل ما يستطيعون أن يبادرون. بروح أجيب الفطور. تضحية أيضا. والتضحية. فشوف يعني درسوا إلى إلى أمد بعيد، إلى فترة طويلة، الأنصار يتفاخرون على الخزرج بحنظلة بن أبي عامر. الله. بس وش يفخرون به؟ وش بنسب ولا بجدة ولا يفخرون بهالموقف؟ ان حنا منا غسيل الملائكه. يا سلام، حنا منا رجل غسلته الملائكه. سلام، شوف الفخر، شوف الاعتزاز بايش. حتى هم يفخرون يا اخي، فخر الناس كلها، العرب كلها، المسلمين كلهم يفخرون بالشيء هذا، مو بس هذا. احنا بعد 1400 سنه نفتخر فيه. اي الله اكبر. طبعا حنظله، نسيت نقطه، حنظله بن ابي عامر جاله ولد بعد وفاته، بعد استشهاد. طبعا استشهدوا، عارفين استشهدنا يوم زواجه، بعد فترة جاء له ولد سمي بعبد الله، وكان صار والي ما أدري على أي مدينة، وجلسوا يفخرون بهذا الولد أنه ابن غسيل الملائكة، والأنصار قاموا يفتخرون به، حنا منا رجل غسلته الملائكة. إلى يمكن إلى 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 اليوم يفتخرون بهذا الشيء. ذاك لو جاب أولادي بيقولوا جدنا غسلت الملائكة، جد أبوي غسلت الملائكة، جد جدي غسلت الملائكة، وهكذا. فهم علي؟ صح. فخر ترى يوم تقول راضي المبادرة. شوف إذا كان الإنسان صادق مع نفسه، صادق مع الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ترى أنت اللي تسوي هذا، ما هو من نفسك أني أنا والله شجاع، ولا أنا رجل مبادر، أنا رجل عندي همة. لا لا، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي يخليك تبادر، هو اللي يخليك عالي الهمة. ليه؟ لأنك صدقت مع الله سبحانه وتعالى. إذا صدقت مع الله، صدق الله، صدق الله، صدق الله سبحانه وتعالى معك، وجعلك تبادر، وجعلك لا تجي يوم تقول أنا بسوي وأنا بسوي من دون الله سبحانه وتعالى، ما أنت مسوي شيء، لأن أساسا الله مو في حاجتك، أنت في حاجة الله سبحانه وتعالى. خليك قريب من الله، الله راح يجعل منك، يمكن بتكون رجل أنت ما توقعتها أساسا، ما توقعت أنك في يوم من الأيام تكون كذا وكذا. فحنظلة بن أبي عامر كان صادق مع الله سبحانه وتعالى، لذلك يمكن مو بكل شخص في في, في مكان حنظلة مهما كان يعني مكانته بين المسلمين وكذا، ممكن ما يسوي مثل ما سوى حنظلة. ايه نعم نعم. لكن وفق الله سبحانه وتعالى انه في يوم زواجه انه يترك زوجته ويترك الدنيا ويقبل على على الجهاد. نعم. يا سلام. بحث على على الاخره. ولا يمكن لو مكانه يعني ترى لو جلس كان معذور، مثل ما قال راضي، لو جلس كان معذور ولا عليه لوم، والرسول صلى الله عليه وسلم عادر والصحابه عادرين، لكن تفاجؤوا متى عرفوا انه جاء اساسا؟ بعد المعركه لقوه مستشهد. في تجمع عليه نظروا الا راسه يقطمون. قال الرسول غسلته الملائكه. طيب ذكر انه قتله ابي سفيان، و هو قتل من؟ هو قتل هو